الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. سبحانه وتعالى هو للدرجات رافع وللداعين سامع وللمظلومين قانع ولأمة الحبيب محمد شافع. سبحانه من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه، صمد بلا كفء ولا كيفية، فمن النظراء والأشباه. سبحانه علت له الوجوه وله سجود أوجه وجباه. إلهي إلهي أنت ذو عفو ومنن، وأنا ذو عطايا وأنا ذو خطايا، يا ربي فاعف عني وظني بك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. كريم ربي شأنه ستر الخطايا، وشأني أن الذنب مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا بعفوك يا عفو يا غفور، وارحمنا يا ربنا برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة يا كريم. وصلاة وسلاما على حبيبك وخير خلق ومصطفاك حضرة المصطفى محمد رسول الله، نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، الذي بعثه ربه بالدين المرضية وبالأمر المرضية، أطهر الناس خلقا وأطهر الناس نسبا وأطهر الناس أصلا وأكرم الناس على الإطلاق هو حضرة المصطفى محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. بين لنا أن الحياة فانية وأن لقاء الله آت لا محال ولا مفر، فأمرنا بالصبر على البلاء وعلى المصيبة، وبين أن في ذلك ثواب عظيم وأجر كبير. لذلك أقول لزوج الراحلة الكريمة ولوالدها الكريم: اصبروا على بلاء الله، فمن صبر على بلاء الله نال الرضا من الله. فقد قال ربنا في حديثه القدسي: من صبر على بلائي ورضي بقضائي وقنع بعطائي وشكر لي نعمائي كتبته صديقا وحشرته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرضى ببلائي ولم يصبر، ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر لي نعمائي، فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. اللهم إنا نشهدك يا ربنا أننا صابرين على البلاء وراضين يا ربنا بمر القضاء، فنسألك يا ربنا أن تجزنا أجر الصابرين وأن ترحم الراحلة الكريمة وتجزها خيرا على بلائك، فإنها كانت راضية صابرة بقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. جئنا مشاطرة لعموم عائلات آل حلاوة الأعلام، أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، وعموم عائلات عرب غانم الأكرمين الكرام،
وبالتحديد لزوجها الكريم كابتن اشرف عزة حلاوة، وايضا مشاركين آل عوض آل عزبة عوض الاكرمين الكرام، وبالتحديد والدها الكريم مهندس سعد عوض واخوته الاكرمين وباقي افراد العائلة الذين يتقدمون بجديد الشكر والتقدير والعرفان لكل من اتى مشاطرا ومشاركا لهم الاحزان في ليلة تكريم الاخت الكريمة. ايها السادة الكرام، يقول ربنا: واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال نبينا الكريم: قرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. قارئنا الكريم، قارئ بمصر والعالم الاسلامي، معلم القراءات، انه فضيلة القارئ الشيخ حسن فتحي اسعد ابن مركز ومدينة الزقازير بمحافظة الشرقية، الذي ندعوه الى الارتقاء الى منصة التلاوة ليمتعنا بصوته الندين، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا صبيا وحنانا من
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وسلام عليه وسلام Oh,
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Thank you.
إنما أنا رسول ربك يا ليك
صدق الله العظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي قال كذلك قال
حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء إلى جذع النخلة سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
فقولي فقولي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا يساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا
قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ما تحمله صدق الله العظيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون يا أخت هارون يا فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا قال إني فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
النفحات هذا ورب العرش أوضحها جليا، فتلكم نخلة في غير وقت أثمرت لمريم ثمرا شهيا، قال لها إله العرش وهزي، فأنزله لها رطبا جنيا. هكذا أيها السادة الكرام، لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمعنا إليها من قارئنا الكريم، قارئ بمصر العالم الإسلامي، إنه ذلكم العلم القرآني، فضيلة القارئ الشيخ حسن فتحي أسعد من مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أسير إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية دارة المهندس سيد قاسم المقيم بمركز ومدينة هي بمحافظة الشرقية، عبر مخازن الفراشة الذهبية الحديثة دارة المعلم مصطفى أبو حجر المقيم بالمجازر مركز منيا القمح، قام بتسجيل التلاوات وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. مهندس ناصر صلاح المقيم بمركز ومدينة الزقازيق قام بتقديم واجب الضيافة بفيع الهدى والنور. دارة المتر محمود أبو صابر مقيم بالتل الكبير الإسماعيلية. أسرة الراحلة الكريمة أهل حلاوة الأكرمين الكرام أصحاب الأدب والواد في كل مكان، وأيضا أهل عوض الأعلام هم عائلات عزبة عوض الأكرمين الكرام، وعنهم الوالد الكريم والد الراحلة الكريمة المهندس الحاج سعد عوض، يتقدمون بجذيل الشكر والتقدير، شاكرين كل من أتى من السادة العمد ومشايخ العمد ومن أتى من عموم محافظتي الشرقية والقليوبية وكل من شرف هذا المكان بالحضور. وباسم زوج الراحلة الكريمة الكابتن أشرف عزت نتقدم بجذيل الشكر والتقدير كل من أتى من رجال القوات المسلحة
خصوا بالذكر والشكر والتقدير معالي اللواء محمود مدين وكل من شرف هذا المكان قائلين لهم جميعا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الدوام.